المراه كتزيد ماشي غير في السينما المغربيه، المراه كتزيد بكاع الميادين. المراه تبارك الله على دابا حاضره بقوه في المجتمع ديالنا للمغربي والعربي وللغربي، عكس انا كتجيني المراه بحال بحال الراجل. انا يلاه دابا ساليت التصوير ديال الفيلم السينمائي مع مخرج محمد الزرات، وعندي ان شاء الله البروجي ان شاء الله من بعد. انا يلاه دابا ساليت التصوير ديال الفيلم السينمائي مع مخرج محمد الزرات، وعندي ان شاء الله البروجي ان شاء الله من بعد. بالنسبه لدور المراه في السينما العالميه ماشي غير المغربيه، فهو دور فعال باش المرأة لديها قدرات، فماشي فهي عمود الفقري المجتمع المغربي وفي السينما وفي كل شيء. المرأة واش حسيت بغيرات من السينما المغربية؟ شوف أنا ما عرفتش أنا شكون أول ممثلة كانت في المغرب، أول فنانة كانت في المغرب، ولكن كنت على يقين أننا عندنا ممثلات وعندنا فنانات تبارك الله اللي كيعطيو تخي بون إيماج على فام ماروكان. يكفي فما غاديش نجبد سميات، الا جبت شي سميه فغادي كنغلط في شي وحدين، غادي نصف شي وحدين ونغلط شي وحدين، ولكن عندنا تبارك الله فنانات كبار اللي عطاو قيمه اضافيه في السينما المغربيه. عندنا فنانات كبار تبارك الله عطاو تخي بون ايماج كيف قلت لك، يعني عطاو صوره جميله على المراه المغربيه، سواء كانت المراه اللي كتعيش في الباديه او اللي كتعيش في المدينه. الوغ كاين عندي كاين واحد المسلسل ان شاء الله اللي غادي يكون خرج عما قريب اللي سميتو عيون غائمه، اللي هو من اخراج سعيد خلاف. كذلك كاين واحد التلفيلم اللي غادي يكون عما قريب ان شاء الله تو غادي يخرج تو من اخراج سعيد خلاف، وحنا دابا ان شاء الله في المستقبل كنوجدوا شي اعمال سينمائيه. الان سينما المراه في المغرب يعني بدات كتاخذ المكانه ديالها، سواء من خلال المخرجات مبدعات رائدات واللي عطاو بزاف للسينما المغربيه، سواء ممثلات او مخرجات، لان حتى الممثلات عطاو لصوره المراه والمكانه ديال المراه ماشي غير على مستوى التمثيل، فعلى مستوى الاخراج وعلى مستوى كذلك التقنيات، ولا في المستوى التقني الاخراج او غيرها او المونتاج. فالمراه يعني خذت المكانه ديالها، وكنظن بانه بهاد الشابات الان اللي طالعين مخرجات جداد انه غادي يكون ان شاء الله مستقبل ديال السينما، والمكانه ديال المراه غادي تحظى بها كيف خصها تحظى بها.